متابعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في لقاء خاص. في هذا اللقاء غادي نناقشوا الوضعية تاع الأستاذ والمعلم على المستوى الوطني، خاصة أن يوم 5 أكتوبر احتفل العالم كله باليوم يوم المدرس. أشين الوضعية تاع الأستاذ وعدد دخول النظام الأساسي لحيز التطبيق، خاص والجدل اللي يرافق هذا النظام هذا، واش تغيرت الوضعية ديالو، واش الأستاذ يعمل مرتاح داخل القسم. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف نموذج من الآباء وهو السي علي أيت محا. سي علي أيت محا، مرحبا بك. مرحبا، شكرا. وايضا نستضيف السي محمد العلوي الكاتب الجهوي للمنظمه الديمقراطيه للتعليم بجهه الدار البيضاء. السي العلوي، مرحبا بك. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. السي علي، انت كنت صغير تقرا في القسم، فهمتي، والان وليتي اب تاع تلميذ تقرا الان دابا في القسم. الا درنا واحد المقارنه بين سنوات الستينات السبعينات وحاليا، في شكون هو يعني واش الاستاذ اللي مرتاح في هذيك السنوات ولا في هذه السنوات هذه؟ لا، بالنسبه الى رجعنا للتاريخ اللي هو ديالي انا ديال التسعينات، الاستاذ كان عنده واحد الاحترام وواحد القداسه ما بقاش كنشوفوها حنا دابا حاليا. وديك الساعات الاستاذ كيدي الدور ديالو بواحد الصرامه اللي هي ممكن كاع تكون فيه تيضربك وهذا، ولكن على حسب مصلحتك. هذا الشيء كان قديم وكان المستوى ديال التعليم طالع. حاليا ما كنشوفوش داك الشيء، كتمشي للمدرسه دابا كتشوف الدراري بواحد اللبس، واحد الحسانه، راه هذا الشيء ما حتى دونك الا ما يعني سلطه الاستاذ داخل القسم تقلصات شويه في هذه السنوات. من طبيعه الحال تقلصات، لان الاستاذ دابا ما يقدرش يهضر مع التلميذ، يقدر غير يقيسه ولا شي حاجه يقول لي راه ضربني، راه دار ليا، راه وصلوا الناس سيرتيفيكات، وصلوا بزاف ديال الحوايج. دونك هذا الشيء كنتمنى باش ما يبقاش ويكون ترجع الصرامه كما كانت الاستاذ. سي العلو، علاش سلطه الاستاذ تقلصات داخل القسم؟ دابا هنا الا جينا هضرنا غادي نهضروا على بزاف د الحوايج، لان في السبعينات كيف شرتي ليها وقلتي على ان الاستاذ كان الاستاذ هو تقريبا، لان كانوا بعدا قلال النساء ورجال التعليم كانوا قلال، والاغلبيه ديالهم كانوا رجال ما كانوش النساء، لان في واحد الفتره كانت المراه عيب انها تمشي تخدم او تزاول واحد المهمه معينه خارج البيت وخارج المنزل، وكانت شويه ديال التقاليد والاعراف ما كتسمحش للمراه انها تمشي للعمل. اليوم تغيرات الوضعيه تغيرات، وهذا اللي اثر سلبا على المردوديه ديال 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 التعليم على المستوى الوطني وعلى المستوى حتى المحلي. باش نشوف هذوك المذكرات الوزاريه اللي تخرج دائما على الاستاذ اللي تحدث شويه من السلطه ديالو داخل القسم، يعني بعض الاساتذه يقول لك حنا ما بقيناش قادرين نتحكموا في القسم ديالنا، اضافه الى الاكتظاظ، يعني الاستاذ يتصرف مع 50 تلميذ ولا اكثر ولا تيخلق اشكال بالنسبه، وتاثر كما قلتي على المردوديه وعلى جوده التعليم. دابا حنا في النقاشات ديالنا في المنظمه، انا شخصيا عبد ربيه تيهضر ديما في جميع التصريحات ديالي ولا جميع التدخلات، كنهضر على القيمه اللي كانت عند الاستاذ في يامات بوكماخ واللي تراجعات، لاناش كان في واحد الوقيته كان كلشي كيقرا في مؤسسه عموميه، وكان بالنسبه لنا القطاع الخاص هو واحد الملاذ اللي هو ذاك الوليد اللي هو ما توفقش في الدراسه ديالو كيمشي للقطاع الخاص. وكانوا شكون هما دوك المستشرقين؟ هما اللي كانوا كياخذوا البادره باش انهم كيديروا هذه المؤسسات الخصوصيه. مزيان، دونك ملي غادي نرجعوا نشوفوا على ان شنو كانوا جميع الفئات، الطبقه الفقيره والمتوسطه والغنيه، كلهم كيدرسوا في التعليم العمومي اللي كان كيعطيه واحد القيمه وكان كيعطيه واحد الامتياز. اليوم كنشوفوا على ان حتى البرامج والمناهج اثروا سلبا على هذاك الاستاذ داخل الفصل، ما بقاتش عنده امكانيه، لان كل مره كنغيروا ليه الاسلوب والطريقه. الطريقه هي نورمالمون معقده، اصبحت معقده، لان ملي كنشدوا مثلا واحد الكم هائل ديال الدروس، انا كنشوفوا الدول اللي هي تقريبا اللي رائده، كندا ولا مثلا دول اللي هي في مستوى عالي، الولايات المتحده والى اخره، كيخدموا ولي كيساهم اسئله جواب. اليوم حنا كنعمروا الدري ما عرفناش علاش، وكاين بعض الاشياء اللي كتعطى للدري اللي ما عندها حتى منفعه. دونك هنا فين خصنا نعاودوا نراجعوا نفوسنا في المناهج والبرامج، ونعرفوا بان هذاك الاستاذ راه هو واحد الاله، هو راه شخص اللي هو نفسيا راه كيتاثر داخل الفصل. انت رجعتي للاكتظاظ، الاكتظاظ انا كنعطي للجمعيات، كنعطي بعض الفصول مثلا نعطي اقسام، ثلاثه الاقسام الجمعيات تمشي تقلب على راسها، وهذاك الاقسام اللي كنحيدو من زولهم انا للمؤسسه العموميه راه هو اللي كيخلق لنا هذا الاكتظاظ. دونك خصنا نراجعوا شويه نعرفوا شنو كنديروا، ونشوفوا هذا التعليم الا بغيناه يكون ذي جوده ويكون في واحد المستوى عالي، خصنا نراجعوا نفوسنا ونراجعوا البرامج والمناهج وحتى الطريقه. هذا الاستاذ اللي دابا اللي حنا وظفناه راه وظفناه باقي صغير، ولكن خصو يتكون
راه التكوين راه ضروري وخص يكون المواكبه والتتبع بالنسبه ليه لا بالنسبه حتى بالنسبه للقيمه المضافه اللي غيعطي لذاك التلميذ. هنا فين خصنا نراعيو لهاد المسائل هذه باش نمشيو للمستوى الجيد. يعني البحث يقول بان حتى مجموعه من الاولياء تاع التلاميذ قدموا استقالتهم من حيث التربيه ولاو تيلوحوا الاستاذ يدير كل شيء، الاستاذ هو اللي خصو يربيه، خصو يعلم، خصو هذا حين ثقيل على الاستاذ، واش تتفق مع هذا الراي ولا لا؟ لا فعلا هذا الشيء كاين صحيح، مثلا واحد الاب ولا الام كتصيفط بنتها ولا ولدها وما كتبعوش في القرايه، ما كتراجعش معاه، ما كتشوف الدروس ديالو واش كيديرهم، واش ما كيديرهمش، ما كتسولش عليه في القسم ما والو، كنظن حتى يعني خص دائما حلقه الوصل ما بين الاستاذ والاب تاع التلميذ، دائما تكون من طبيعه الحال خصها تكون، الا ما كاينش هذا سميتو بين الاستاذ وولي الامر راه الدري غادي يضيع ولا البنت، راه ملي كيمشي خارج من العشره الاكثريه اولياء الامور ما كيكونش عندهم حتى استعمال الزمن اللي عند ديال ولده. انا غادي للمدرسه وصف، واش عنده ساعتين، واش عنده ساعه، واش فهمتي، خص المهم تكون واحد المجهود سواء الاولياء ولا الاساتذه باش نزيدوا بهذا الشيء اللي قدام ان شاء الله. كاين جمعيه على الاباء السي العلاوي، جمعيه الاباء واش دير الدور في اطار الحلقه الوصل ما بين الاساتذه والاباء تاع التلاميذ والاولياء ديالهم؟ الجمعيات ديال الاولياء واباء التلاميذ خصنا نعرفوا بان كاين بزاف ديال الاشكالات، بزاف الخروقات اللي هي كتعاني من المؤسسه العموميه. يعني ما اقول كاينين بعض الاباء اللي هما رؤساء ديال الجمعيات كيدخلوا لاغراض اخرى، ما كيدخلوش للمصلحه ديال اغراض اخرى، غادي سميتو كاين مسائل اللي هي فيها خروقات لان ما كيديوهاش في هذه المساله، مثلا التسجيلات خص يشوف شحال خصو يدخل، شحال خصو مثلا بالنسبه ليه هو المدير المؤسسه، كاين بعض المدراء اللي هما مستوى اللي هو طايح وما كايناش مراقبه. دونك خصنا الا بغينا تكون المدرسه العموميه كيف قلنا انها تكون كيف كيمشيو في هذا المخطط ديال 22-26 تكون مدرسه عموميه دي جوده، راه خصنا نشوفوا شكون هما هاد الجمعيات وشكون هما هاد العناصر اللي كيمثلوا هاد الجمعيه هادي. ماشي ما عنده ما خدام ما ردام وكيجي كيديرها كمهنه ولا كوظيفه وكيبدا يترزق على 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 ظهر المؤسسه بمعيه المسؤول على المؤسسه. دونك هنا خص مراقبه من طرف المسؤولين باش نعرفوا هذه الجمعيه واش هي جاده، واش عندهم شي ابناء ولا ما عندهمش، او لا الانسان كيمشي تيقول لك انا رئيس ديال الجمعيه كنتبنى تلميذ. وهذه مساله راه غير كتبناه، علاش كتبناه؟ عندك ولدك كيقرا وندخل لجمعيه الاباء غتعرف بان غتعرف. ولكن دابا مثلا انا كجمعيه اباء ولدي تيقرا في هذيك المؤسسه دوز واحد 5 سنين ولا 6 سنين. ما كانش 3 سنين، كاين القانون 3 سنين. ولكن واش غنبقى انا عضو في هذيك الجمعيه؟ شوف خصنا نشوفوا هذيك الجمعيه واش ادات الدور ديالها ولا ما اداتوش. علاش كنعطيهم واحد القانون الاساسي ديالهم عندهم واحد المهله مثلا واحد المده معينه اللي هو تيمشي فيها القانون، انك عندك 3 سنوات وكيعاود يجدد المكتب. تجديد المكتب خص الناس الاباء اولياء التلاميذ اللي كاينين داخل المؤسسه هما اللي خصهم يشوفوا واش ديك الجمعيه ادات الدور ديالها على ما يرام ولا ما اداتوش. تما فين خص يغيروا النموذج وحتى الاشخاص اللي هما كيمثلوا الجمعيه. واخا نرجعوا للاستاذ داخل القسم، الاستاذ بعض الاساتذه ما بقاوش يحسوا بالحمايه بالتصرفات تاع بعض التلاميذ. هناك قصص كثيره وحوادث اللي عشناها، يعني تلميذ يتكرفس على الاستاذ، تلميذ يتلقى الاستاذ خارج المدرسه اثناء المراقبه في الامتحانات، يعني الاستاذ يكون اللي خايف على راسه. يعني شكون اللي يحمي الاستاذ داخل القسم؟ السياسه المعتمده حاليا ماشي السياسه اللي كانت فيما قبل. اشنو المعتمد دابا؟ السياسه اللي كاينين هاد الناس اللي كيمتهنوا السياسه، الناس ما عندهمش هذيك المسؤوليه اللي حنا كنعرفوا مثلا عندهم واحد الغيره وطنيه اللي كيؤدي الى اننا في كل مره كنشوفوا بان حتى بالنسبه للاباء والاولياء راه يلاه دابا يلاه قلتوا ملي سولتي الاخ ايت موحه شنو كيقول لك على بالنسبه لولي الامر ما بقاش كيديها في ولده وما كيتبعوش. شنو هذا نتاج ديال السياسه اللي هي معتمده وتتخلي ان كاين واحد النوع من الانفصال ما بين الاسره وما بين المؤسسه، ما بقاش ديك العلاقه اللي كانت وطيده ما بين المؤسسه والولي الامر اللي هو كيتبع ولده. لان كيف قلت لك فيما سبق على ان في السبعينات كانت المراه ما كتشتغلش، الهم ديالها الوحيد واخا هي غير مثقفه، ولكن الدري ملي كان كيجي للدار كانت هي كتجي وتقول ليه اشنو عطاوك في المدرسه. كان واحد النوع من التلاقح ما بين الاستاذ وما بين البيت او المنزل ديال الولي الامر.
اي حاجه الاستاذ هو اللي كيكون حلقه وصل، وكنمشيو كيديروا واحد النوع من التتبع والمواكبه اللي كتجعلك انها كتكون النتيجه. اليوم كاين انفصال، كاين هاد الوسائل ديال التواصل اللي اصبحت حتى هي كتلهي هذاك الوليد، ولا كيشوف شي حوايج اللي ولا واحد حتى بالنسبه للبيت داخل البيت، ولا انفصال ما بين الاسره والابناء، ولا ما بقيتيش تقدر تسيطر على ولا عندهم واحد النوع داخل البيت اللي هو ما خلاش هذاك التلاحم ما بين الاباء والابناء ديالهم، اللي خلى ينعكس على المردوديه وعلى النتيجه بالنسبه للطفل. بالنسبه لك سي علي، يعني شكون يقدر يحمي الاستاذ داخل القسم ديالو؟ انا كنظن بالنسبه لهاد المشاكل الاستاذ يتعرض للتكرفيس، يتعرض لواحد الكلام النابي من طرف التلميذ، تيتلقاو ليه خارج المؤسسه، الاستاذ تيقول لك انا ندوز السوع ديالي ونمشي بحالاتي بها، ندوز سربيتي كما تنقولوا بخير وعلى خير والسلام عليكم. من طبيعه الحال، ولكن راه هنا فين كتكون المؤسسه، راه كاين المدير، كاين الحارس العام، كاين سميتو هادو هما اللي خصهم يدخلوا، راه كاين المديريه الاقليميه. واش يخرج المدير تيقول لك اودي ما تخرجش لي التلميذ من القسم، واخا ما يجيب لك ساب لا والو، خلي التلميذ داخل القسم، والتلميذ ما كاين تيخلق لك الشغب، تيخلق شي مشاكل. لا ما يمكنش حنا مثلا واحد ولا جوج باغيين يديروا المشاكل ونضيعوا التلاميذ كاملين، فهمتي؟ هذا ما خصنا مثلا تكون الصرامه، اللبس يكون موحد، دوك الحسنات اللي هما ناقصين ما يكونوش، راه التلميذ هذاك راه خصنا نربيوه. ها هو راه كيقول لي راسو كيشوف في التلفازه، كيتفرج في الماتشات، كيشوف شي لعابه، هذيك الثقافه ماشي ديالنا حنا، ما نديروهاش حنا عندنا في سميتو، تكون الصرامه كما قلت لك، ونحدوا من هذا الشيء هذا ونتعاونوا كاملين، حتى اللي زاد عقد هذا الشيء. انا في نظري حتى دابا الاستاذ اللاج ديالو ديال 30 عام راه كيجي كيقرا مع واحد في سميتو عنده 15 ولا 18، قريب ليه في السن، دونك راه ما غاديش يحترمو. اما كون كاين واحد الاستاذ اللي هو 35 40 45 عام، كتكون عنده واحد الصرامه، وكيكون عنده واحد كيتحكم في القسم. هذا من جهه، ومن جهه اخرى خص مثلا القسم ملي كتكون فيه 50 ولا 45 تلميذ، شكون اللي راه ما يقرا حتى واحد، راه كل شيء صعيب باش تحكم فيهم. هذا هو الاشكال اللي كاين. وبالنسبه لعاوتاني المشكل ديال الاباء، انا كنشوفهم مثلا كنشوف الدراري في المدرسه، مثلا بنت 14 عام ولا 15 عام، وجايبه واحد التليفون كيدير 4000 درهم ولا 5000 درهم، انا راه كنعاون داك الدري باش يضيع ولا ديك البنت، ما كنشجعهمش باش يقراو باش يمثلوا، حيت هذوك هما العينين باش خصنا نشوفوا غدا. بالنسبه للقضيه يعني واخا التلميذ يدير اللي دار ما تقدرش تخرجوا خارج القسم، واش هي تتاثر هي على السير العادي داخل المؤسسه؟ الطريقه ديال ان الدري انه يتصرف كيف ما كان، هذه مساله غير مقبوله. نقول لك علاش ولكن لا تنهضر على الاستاذ ما عندوش الحق يقول التلميذ غادي القسم ديالو. انا كنت استاذ وكنت كنتصرف في القسم، وما كان حتى شي واحد يدير لي المساله ولا يتجاوز الخطوط الحمراء. انا ما يمكنش انا صارم انا في العمل ديالي داخل القسم، داخل الفصل، كيف كيدخل عندي انا هو اللي كنتحكم في القسم، حتى واحد ما يتحكم فيه انا، لا اداره ولا غير اداره. لان انا بالنسبه لي عندي واحد المفتش اللي كيجي يزورني، كيشوف لي العمل ديالي وتيدير لي تقييم. بالنسبه لي العمل ديالي، واش العمل ديالي وصل للتلميذ ولا ما وصلش ليه؟ هذا هو لان كل واحد كيأدي الدور ديالو. حنا هنا ما كان الاداره كتأدي الدور ديال الحمايه، هذوك الناس اللي هما عاملين داخل المؤسسه، هذا الدور ديال المدير، انه خصو يحمي. راه كتكون واحد العلاقه مع الامن المدرسي اللي هي الشرطه او الى اخره، راه عنده الهاتف المدير كيعطيهم، كيسلموهم الارقام ديال الهواتف ديالهم، في اي مشكل كاين كيحيط بالمؤسسه خص يكون واحد التدخل. لان داخل المؤسسه المدير هو اللي داخل المؤسسه هو اللي كيتحكم المدير. باش نكونوا واضحين، اش كيتسمى اداري؟ اداري في التسيير والتدبير، مزيان، هذا عمل ديالو هو. الا كانت اعداديه او ثانوي تاهيلي شيء، هذا راه كاين معينين اللي كيعاونوا هذاك المدير، حراس عامون ومعيدين الى اخره، ثم كاين كاتبه و الى اخره، كاين واحد الطاقم اللي هو اداري هو اللي كيشتغل، مساعد اداري او مساعد مثلا تقني الى اخره، هادو الناس كيعاونوا هذاك المدير. الا كانت الشساعه ديال ديك المؤسسه كتفوق واحد العدد ديال التلاميذ من 800 حتى ل 1400، دونك هادو هما المؤسسات اللي انا بالنسبه لي اللي كنعرف. بالنسبه للجهه هذا هو العمليه كتمشي بهذه الطريقه هذه. نرجعوا العمل ديال الاستاذ داخل الفصل هو سيد ميدانه، ما يتدخل فيه حتى شي واحد، وعندنا مجلس التدبير اللي هو هذا هو الدور ديالو، وعندنا مجالس اخرى، راه كاين اربعه المجالس
اللي هي كل واحد كاين مجلس ديال 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 المجلس التعليمي ومجلس ديال ديال التدبير مجلس التربوي والى اخره. كل مجلس يؤدي الدور ديالو. هذا الاستاذ غير داك الاستاذ ما عندوش ديك الطاقه اللي خصو يوصل ليها او المعرفه ولا ما 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 ما, ما, ما علمناش ما مشيناش وريناه شنو الدور اللي خصو يقوم به داخل الفصل. المفروض هادشي يكون في التدبير خاص هادشي في راه في التكوين راه في التكوين خصنا نعلموا داك الاستاذ ملي كيدخل الفصل شنو هي المسائل اللي هي خصو يقوم بها داخل الفصل وفين عنده الحدود اللي خصو يشتغل فيها فين كي فين فين فين, فين كتبدا وفين كتسالي. دونك هنا خصو يكون هو فاهم هاد المساله هادي. بالنسبه لي انا دري ما جابش مثلا ما جابش الوسائل ديالو كنصيفطو للاداره والمدير اللي كيدي الدور كيصيفط كيراسل لوالديه باش يجيو لعندو باش المره الجايه لانه جاي يتعلم ما جايش عندي انا يشوشر ليا داخل الفصل. كاين واحد المساله اخرى وتلاحظوا اصلا في القطاع الخاص وان الاب ولا الام دائما تتكون بجانب الولد ديالها يعني مهما فعل لانه بمرر انه يؤدي الواجب تاع الشهر. واش تشوف بان يعني دائما خصنا نستحضروا هذيك المساله تاع الواجب الشهري في التعامل مع الاساتذه داخل القطاع الخاص عندنا على القطاع الخاص ده. لا في نظري دائما خص تكون الصرامه ما يمكنش غير الا كتادي واحد الا ماشي الفلوس هي كل شيء. راه التلميذ الدري سواء كيقرا في الخاص ولا في العمومي خصك تتبعو خص تكون واحد الصرامه باش واش داك الدري كيقرا ولا ما كيقراش ماشي غير انا نبدا نخلص ويعطيو لي النتيجه وفي الاخر راه راسو خاوي كما كيقولوا. خص تكون الصرامه وتكون المراقبه وخص الولي الامر يكون دائما يحتفظ على الوضعيه تاع الاعتباريه تاع الاستاذ في وجهه نظر تاع الولد ديالو دائما يرجح كفه الاستاذ. من طبيعه الحال دائما الاستاذ هو الاساس. واخا يقول لك الدري يقدر يكذب عليك يقدر يقول لك شي حاجه ما كايناش خص دائما ترجح الكفه ديال الاستاذ. الاستاذ هو اللي راه باغي لك الخير راه خصك تصمت ليه خصك تسمع خصك تقرا باش توصل انت للمبتغى ديالك. هذا اللي في نظري. سي العلوي حنا في نهايه الحلقه واش عندك شي اضافه في هذه الاطارات؟ انا بالنسبه لي غادي نحاول باش نزيد بعض الاضافه بالنسبه للقطاع الخاص لان بالنسبه للوليدات كيقراو بالنسبه للنشر تيقراو في القطاع العام القطاع الخاص. وهذه السياسه اللي هي دبرت بهذه الطريقه هذه باش كيبداو كيتكاثروا ويتناسلوا هذوك المؤسسات الخصوصيه اللي عندها واحد المردوديه اللي هي شويه لان كاين مؤسسات كتخدم وكاين مؤسسات كثيره ما كاين فيها لا خدمه لا والو فيها الاستخلاص وفيها كل مره كيزيدوا لعباد الله هاجس الربح. وكاينين الناس اللي هما مؤسسين ناس ما عندهم تعلق بالتعليم هذا اللي كيأثر سلبا على الاستاذ حيت اليوم الا دار شي خطا او مثلا رشقت لهذاك المؤسس بغى يصيفطو دونك هذا كينعكس سلبا على المردوديه ديال التلميذ داخل الفصل. نبدل لك الاستاذ انا ثلاثه المرات في السنه هذه مساله غير مقبوله. وهنا خص التدخل ديال القطاع الوصي ان بحال هذه المؤسسات الخصوصيه اللي كتلاعب وكدير هذه المسائل خص تنزع عليها هذيك الرخصه اللي تعطاتها ويحاولوا باش 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 لان احنا دابا غادنا التوجه القطاع العمومي اللي مشينا في هذا المشروع ديال الوزير اللي داروه بن موسى ديال خريطه الطريق 22-26 اللي باش تكون جوده ديال المدرسه العموميه. ملي غادي نديروا الجوده ديال المدرسه العموميه وكنشوفوا بان المؤسسات الخصوصيه وحده لاصقه في وحده ما كاينش هذاك الشيناج دونك هذه مساله اللي هي فيها واحد النوع من العيوب وفيها واحد التاثير على المردوديه ديال التلميذ واللي غادي تؤدي بنا لشي مسائل اللي ما غير مرغوب فيها. سي علي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا بارك الله فيكم مرحبا حنا دائما معكم ان شاء الله. سي العلوي شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه هذه وكنتمناو على اننا نلتقي ان شاء الله في شي لقاء اخر اللي يكون مثمر ويكون غني. مرحبا متتابعي قناه الفرنس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.